ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له: أيكون الرجل زاهدا وهو ذا مال؟ أيكون الرجل زاهدا وهو ذا مال؟ قال: نعم، إذا كانت الدنيا في يده وليست في قلبه. إذا كانت الدنيا في يده وليست في قلبه، فإن الإنسان إذا كانت الدنيا في قلبه أشغلته عن الله والدار الآخرة، ولكنها إذا كانت في يده لم تشغله عن الله والدار الآخرة، بل يسخرها هذا الشخص في طاعة الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الزهد والورع أيها الإخوة أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما قد يضر بالآخرة، ترك ما قد يضر بالآخرة. ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن المقياس ليس هو وجود المال عند الشخص من عدمه، ولكن المقياس أن الدنيا لا تكون في قلب ذلك الشخص، وإنما تكون في يده، وإنما يرى ذلك على الرجل إذا كان مقبلا على الله جل وعلا، مسخرا لما وهبه الله جل وعلا من مال فيما يرضي ربه.